السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة، من فترة رفعنا فيديو لثلاث تعابين لأزروت البيتي. طبعا يا جماعة، في ألوان جندت اللي هو اللون الأحمر يا جماعة، طبعا ده يا جماعة أزروت بيتي برضو. في يا جماعة طبعا هم يا جماعة الاتنين دول، هم طبعا الاتنين دول مصورناش بيهم يا جماعة. طبعا يا جماعة بطنه حمرا خالص. طبعا ده يا جماعة الوان ندري من ابو من الازروت البيتي. طبعا على فكرة يا جماعة عدته ما بتعملش حاجة خالص. طبعا يا جماعة هم الخمس تعابين دول الألوان بتاعتهم مختلفة، بس هم نوع واحد باينين. طبعا يا جماعة دي الأطوال بتاعت الأزروت البيتي، هو بس بيطول عن كده حاجة بسيطة. طبعا يا جماعة أنا بنزل الفيديوهات ديت عشان نطمنك بس من التعبان ديت اللي هو فيه السم. طبعا يا جماعة عديته خيرها بس الدور شوية ده زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعة أنا بنقول لكم التعبان ده مفيهوش سم، إن أنت برضه إن أنت متحاولش تمسكه برضه، إن أنت تضربه بس تموته. طبعا يا جماعه كل هدفك بس ان انا نطمنك ان التعبان ده مش خطر خالص. ودي طبعا الوان يا جماعه، انا منزل قبل كده فيديو بثلاثه، بس طبعا انا عملت الفيديو ده عشان نعرض لحضرتكم اللون ده. طبعا اللون الاحمر ده يا جماعه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.